I'm really sorry that I was a bit late. I was waiting for some friends. I come from London, UK. I'm the regional director for Corlips. I've come actually because there was a lot of behind an event 2 weeks ago in Rabat, and a lot of people also. قال لكم صار حجة وكان عنده بزاف ديال الحوايج باش يدير في الرباط مدينة الرباط و هادشي اللي قال تنحب هادشي اللي قال So I've come to see leaders and meet with the brother Zakaria and some other leaders from other cities. I was in Rabat 2 days ago. I've come to Casa. And I'll be going inshallah to Fez to meet some people, some leaders from different cities. كان في الرباط يومين هذه قبل وجا باش يتلاقى مع كاع القائدين اللي كاينين هنايا ومن بعد غادي يتجه للمدينه ديال فاس. And I have another great leader with me from London. He's also the regional director. Brother, if you can come please. He can speak Arabic actually, he will speak in Arabic. So please come over there. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مش سامعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. أهل المغرب. ما شاء الله. أهلا وسهلا اسمي عبد الله. أفرح من الصومال ولكن عايش في بريطانيا مع الإخوة هذول اللي تعرفت عليهم في عن طريق الكريبتو كارنسي اللي سمعتوها العملة الرقمية هذه. الصراحة بقول لكم بكل صراحة الكريبتو كرنسي أنا غيرت حياتي. يعني أول كنت شغال موظف عادي والآن بساعد هيئة خيرية مؤسسة خيرية في الصومال لأنه المبالغ اللي يجيني في حسابي صار يكفيني أحسن من الراتب. فهذه هي ميزتها. أنا بعمل نتوركينج اللي قالوا لكم إياها. بعد ما دخلت في الكريبتو كرنسي اخترت إنه أعمل النتوركينج. النتوركينج هو حاجة بسيطة انك انت تكلم اصحابك وانا بكلم اصحابي كل واحد اشوفه بشرح له. حتى سائق التاكسي اللي كان معي اليوم اللي جابني هنا كلمته علشان الموضوع هذا. سألته قلت له انت بتعمل ايش؟ قال لي اشتغل تاكسي. غير كذا ما في. طيب الصيانة هذه بتاعتك؟ قال لي لا. قلت له طيب ممكن تيجي معي علشان اغير حياتك. سائق تاكسي طول حياتك ممكن اوديك مكان تستفيد منه كثير. والله الرجل تردد مش عارف المغاربه انتم بتترددوا ليش. قلت له تعال معي اجلس واسمع الاخطاء اللي اقول لك اياه. قال لي لا 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 ما عليش ممكن السياره ما هي حقته خايف يوقفها وبعدين بالليل يحاسبوه يقولوا له كم اشتغلت اليوم. فتركني. المهم والشباب ما شاء الله يعني اللي معاكم هنا اجوا معي برضو عندهم خبره في الكريبتو كرنسي ولكن ان شاء الله سنناقشهم مع الخبراء هؤلاء. زي ما قلت لكم انا طبعا هو قال لك زي ما قال لكم ريجنال دايركتور. انا العلامه اللي انتم شايفينها هذه ما جت بسهوله. هذه جت بعد جهد. بعد ما نحن كلمنا كثير صوماليين لما تقول له في ايش اسمه كريبتو كرنسي والامور هذه يدخل على طول. يعني ربنا موجود اللي يحصل عنها ما نقدر نحكم ايش اللي يحصل غدا ولكن اللي احنا نثق في اوليفس لسبب واحد. اوليفس استفادت من الاخطاء اللي ارتكبوها كريبتو كرنسيز اللي قبلنا. اولها بيتكوين. ما حد يتضايق منا معلش. بيتكوين من فوق 100 الى زيرو ما في بينها شيء. وصلت 20,000 ونزلت الان. انا كنت عارف كانت 6,000 قبل ما اجي لهنا. الحين 5,000. قال لي الاخ كمان تنزل وتطلع وتنزل وتطلع. نحن 50% اولا في جيبك. انا دخلت اوليفس عارف انه 50% من الذهب موجود عندي في سنغافور وعندي في الخزنه. هذا واحد. ثانيا ال 50 الباقي اخذت فيها education. طبعا انا الحمد لله خريج جامعه ما احتاج اتعلم لكن بعطيها لغيري يستفيد منها. طلاب عندنا في الصومال ايتام حوالي عددهم 2700 واحد ندرسهم ونعلمهم واوليفس وعدتنا انه تساعدنا كمان في تعليم الاولاد هؤلاء
نعطيهم هذولا فيهم إسلامك استانس إسلامك فاينانس. هذه فرصة يعني أن تتعلم عن الشريعة المالية الإسلامية. وبعد ثانيا في بيزنس مانجمنت، أنتم تعرفون البيزنس مانجمنت كم في بريطانيا علشان تدرس بيزنس مانجمنت 9,000 pounds تحطها في الكورس 9,000، وأنت ممكن تدرس فيها بألف يورو 2,000 يورو 5,000 يورو حاجات بسيطة. إذا أنت مش عاوزها أعطي لغيرك، واحد في المغرب أو في الصومال أو في سوريا أو في أي مكان يتعلم، بكرة عنده شهادة عالمية معترفة دوليا، مش شهادة أي كلام، شهادة من لندن، يمكن يتقدم وظيفة ويحصلها. ما أطول عليكم، المهم إحنا إن شاء الله الشركة هذه اللي أنتم شايفينها أوليمبس وراها رجال خبراء، دكتور اسمه برفيز داود PhD هولدر وعمل في الكريبتو كرنسي كثير مع شركات ثانيه، وعمل SGC كمان. SGC هذه للدكتور برفيز داوود يعني، والاخ منصور طوافي اللي هو خبير في النتوركينج والامور، هذا شاب عمره 24 سنه ومكتفي الان، ما يحتاج يشتغل عند احد، الحمد لله هو يعني مكتفي ماديا، ويجينا كلهم ويشرحونا. الحين اليوم السبت عندهم كمان ميتنج في لندن، وفي خبر مفرح جدا ان شاء الله تسمعوها. ما اطول عليكم، سلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you so much. Thanks a lot for coming. Network bonus. The more your network grows on your left and your right side, the more whatever, for example, this week is 100,000 euros on this side and 50,000 is on this side. Whichever is the less leg, this is like the less leg, you will get 10% of this less leg. 500. No, 5,000. 5,000. From 50,000, you get 10%. You have 10% in your business. And 10, from this one, you don't get actually, because that's the highest. Only from the lowest. Become zero next week or this becomes zero. Same. No, this becomes zero. 50. And this one becomes 50. This becomes 50 because 50 is deducted from there. Okay. This one becomes zero. Okay. And every Saturday you get your bonus in your account, what is account? In euros, cash. Okay. Not in coins or anything. You get it in cash. So this becomes zero the next week if this leg is